خوز هذه واحد الشهادة من عندي الجمهور ديال الويدين الوينرز. كيف ما شفتوا كاملين في الفلوغ انني دخلت معاهم حضرت معاهم في وسط التيران ديالهم وسيبورت معاهم حيت عندهم ماتش مصيري اللي خصنا نكونوا حاضرين معاهم ونكونوا في جنبهم. راكم عارفين اللي كاين خدنا من بكري. الشهادة اللي عندي شنو كاين حضرنا في وسطهم مي كنا كنبوجيو معاهم وخا ما حافظين ما والو المهم شاد السفاره وتنبوجي معاهم والغوات المهم كنشوشوا على الجمهور على اللعابه ديال المصريين. طاح واحد البلان دابا انا ملي كنت كنبوجي طاح لي البسطام اقسم بالله العلي العظيم ولا كنت بلا ما نحلف بالله راه الدريري اللي غايشوفها انا نحط لكم التصويره ديال داك الدريري راه عطاني النميره ديالو نحط لكم التصويره ديال هذا الراجل. ها هو البسطام شنو فيه فيه لاكارت ناسيونال فيه جميع الوراق فيه الفلوس فيه البي ديال الروتور ديال التران حيت مقطع عليه روتور وانا مازال ما عقدتش باللي راه مشى لي البسطه وقعدت تنبوجي. جا عندي واحد قال لي واش انت هو زكريا قلت له اه قال لي كنيت كذا وكذا قلت له اه قول ويلي هذا انا من جاب كنيت انا على بالي تيتفرج في الفيديوهات ديالي حيت بزاف اللي كانوا كيشوفوني تمايا كي ديجا تفرجوا في الفيديوهات سي قلت له اه قال لي هاك اخويا البسطام ديالك عرفتي كنديرها عرفتي اقسم طاح فيا النص بالروجل هاد الناس بزاف اقسم بالله ناس زوينين ناس ظريفين راه بنادم ما يديولكش رزقك عرفتي كون كنمشي للبسطام هي ما غنبقاش محنسر فهمتي عرفتي خارج كلشي تيقول لك يلا مرحبا بك سبات يلا خاصك شي حاجه يلا تدير معانا يلا واحد الدري غير شافني غير درت ستوري من وصلت تما يعيط لي مشيت فطرت معاه يلا المهم هرسي مبلبله وتحياتي لكاع الوداديين وكاع كازاوا بصفه عامه فهمتي مع خوتنا وتحياتي لكم كاملين الشيء اللي بغيت نقول لكم الخوت ان شاء الله نكملوا في هذا الكونسيبت غنحضروا ان شاء الله في جميع الفرق المغربيه من يكون شي ماتش اللي واعر ان شاء الله غادي نحضر وتحياتي لكم الخوت تحياتي لكم.